يا رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة تكوين مخزون استراتيجي لإجهاض المحاولات اليائسة في افتعال الأزمات. وتونس تصادق على اتفاق قرض من البنك الإفريقي للتنمية لدعم إمدادات الغذاء. إلى تفاصيل النشرة، والبداية بالشأن الجهوي، حيث أطلق متسكنو الحشيشية من منطقة الشواحية التابعة لمعتمدية الشراردة من ولاية القيروان صيحة فزع بسبب الإشكاليات البيئية التي يسببها الصب العشوائي لمادة المرجين بعقاراتهم الفلاحية والروائح الكريهة التي تعم المنطقة جراء تسرب مادة المرجين من المصب الموجود بالجهة. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه اليوم الجمعة على تدشين طريق السيارة رقم 1 الرابطة بين جابس وراس جدير اليوم بأن من بين المشاريع الكبرى التي يسعى إلى تحقيقها هي سكة حديدية تربط شمال تونس بجنوبها، لأنها تختصر الوقت في نقل المسافرين والسلع. وأضاف سعيد بأن تونس تملك الإمكانيات الفنية والقدرات البشرية مما يخول لها تحقيق الأمال التي كانت حلما في وقت مضى. أكثر التفاصيل في التسجيل التالية. أيضا يمتد إلى القارة ويمتد إلى عدد من الدول الأفريقية الأخرى، لأن الطريق بالسيارة والطرق والنقل هو الأساس متاع الحركة الاقتصادية في هذه المناطق. وثم أيضا إن شاء الله من بين المشاريع الكبرى التي أسعى إلى البداية فيها وعلى تحقيقها إن شاء الله هي السكة حديدية في وسط البلاد من شمال تونس إلى أقصى الجنوب، لأن تختصر الوقت كثيرا بالنسبة لنقل المسافرين ولنقل السلع أيضا والبضائع. وفي سياق آخر، اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر اليوم الجمعة بقصر قرطاج بنجلة بودن رمضان رئيس الحكومة وكلثوم بن رجب وزيرة التجارة وتنمية الصادرات ونجاة الجوادي المدير العام للديوانة. وتطرق الاجتماع إلى الأسباب فقدان عدد من المواد الغذائية وندرتها، وهي أسباب في الجملة غير طبيعية أدت إلى هذه الظاهرة وفق تعبيره، التي لم تعرفها تونس حتى حين شهدت أزمات اقتصادية كبرى في العقود الماضية. وأكد سعيد على أنه لم يعد يخفى على أحد أن من يقف وراء تواصل هذه الظاهرة يسعى بكل الطرق إلى تأجيج الوضع الاجتماعي حتى يستفيد سياسيا. وأوضح بأن الشعب التونسي لم تعد تخفى عليه هذه الأسباب، ويطالب بمحاسبة كل من أجرم في حقه وكل من يسعى إلى تجويعه والتنكيل به. وفي السياق ذاته، شدد رئيس الجمهورية على أن تتولى كافة الجهات المعنية في الدولة تحمل مسؤولياتها، وعلى ضرورة تكوين مخزون استراتيجي لإجهاض المحاولات اليائسة في افتعال الأزمات. حققت الخطوط التونسية خلال شهر جانفي في الماضي تطورا في عدد المسافرين بلغ 165,734 راكبا، أي بارتفاع بنسبة 42% مقارنة بشهر جانفي من السنة المنقضية، حيث وصل عددهم إلى 116,711 مسافرا وبنسبة 116.4% مقارنة بجانفي 21 و2000. كما تمكنت الشركة خلال شهر جانفي المنقضية من تحقيق رقم معاملات بقيمة 80.242 مليون دينار، وتسجيل تطور ملحوظ على المستوى نسبة التعبئة إجمالا بلغت 72.9% مقارنة ب 70.6% خلال نفس الفترة من سنة 22 و2000، بزيادة تقدر بحوالي 2.3 نقاط. أشرف وزير التربية محمد علي البغديري اليوم الجمعة على جلسة عمل مع شركاء الفنيين والماليين للوزارة، وذلك للنظر في آفاق التعاون في تنفيذ المشاريع التربوية المبرمجة ضمن المخطط القطاعي للتربية 23 و2025 و2000. وتم خلال هذه الجلسة عرض لمختلف المشاريع والبرامج المنجزة والتي هي بصدد الإنجاز في مختلف المجالات التربوية، بهدف تحديد خطة عمل لمواصلة المساندة الفنية والمالية للإسراع في تنفيذ هذه المشاريع.
تراجعت موجودات تونس الصافية من العملة الأجنبية إلى 96 يوم توريد لتبلغ نحو 122.1 مليار دينار يوم الثاني من فيفري الجاري، مقابل 131 يوم توريد أي بنسبة 23.3 مليار دينار في نفس التاريخ من السنة المنقضية، وفقا لبيانات نشرها البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة. وأشار الخبير الاقتصادي عز الدين صعيدان في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء بأن بلوغ مستوى 96 يوم من التوريد يبعث على الانشغال، ذلك وأن السقف الأدنى المسموح به لاحتياطي العملة الأجنبية هو 90 يوم توريد لتلبية حاجيات البلاد من المواد الأساسية المتمثلة في الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات. صادقت تونس على اتفاق القرض مع البنك الافريقي للتنمية بمبلغ قدره 80 مليون دولار امريكي للمساهمة في تمويل مشروع الدعم الطارئ للامن الغذائي، وصدرت المصادقة براد الرسمي عدد 11 بتاريخ 3 من فيفريال الجاري على شكل مرسوم رئاسي عدد 3 لسنة 23 و2000، والامر عدد 90 لسنة 23 و2000، علما وان اتفاق القرض المذكور وقع في اليوم 3 من نوفمبر 22 و2000، وقام بتوقيع الاتفاق وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ومدير المكتب الاقليمي لمنطقة شمال افريقيا البنك الافريقي للتنمية بتونس محمد العزيزي، علما وانه يوفر لتونس زهاء 257 مليون دينار. وفي السياق ذاته يهدف هذا المشروع إلى تحسين الاكتفاء والأمن الغذائي من خلال تأمين التزود بالقمح اللين والشعير والأسمدة ودعم صمود منظومة الحبوب تجاه الصدمات الخارجية والتقلبات المناخية، ويرنو كذلك إلى تحسين نسق الانتاج من هذه المواد ومن الأعلاف الأساسية في انتاج الحليب فضلا عن تطوير منظومة الحبوب ورقمنتها ودعم القدرات المؤسساتية لهذا القطاع. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. القيروان متساكنو الشويحية يطلقون صيحة فزع بسبب مادة المرجين. قيس سعيد يؤكد بأنه يسعى إلى مد شبكة سكة حديدية من شمال تونس إلى جنوبها. رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة تكوين مخزون استراتيجي لإجهاض المحاولات اليائسة لافتعال الأزمات. وتونس تصادق على اتفاق قرض من البنك الإفريقي للتنمية لدعم إمدادات الغذاء. نهاية النشرة الإخبارية، قدمها لكم نصر الدين حميدة، والمشوار يتواصل مع عبد الحطاب في لايف سبور. ألتقي وإياكم في مواعيد إخبارية قادمة. إلى اللقاء.